وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد وليد إبراهيم كانو، نائب الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، عضو مجلس الأعمال البحريني الروسي المشترك. بعد التحية سيد وليد، ما هي أهمية روسيا الاتحادية كشريك استراتيجي للبحرين في المنطقة ودور المجلس في ترسيخ وتعزيز هذه الشراكة؟ أشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة التي تتزامن مع الزيارة السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله إلى روسيا الاتحادية، وهي زيارة هامة جدا وتأتي في وقت مهم. أحب أنوه أن العلاقات الرسمية بين البلدين ابتدت في العام 1989. الزيارة الأولى لجلالة الملك كانت في 2008، وكانت بمثابة خطة عمل لتطوير مسار العلاقات بين البلدين. جرت بعدها ثلاث زيارات سامية، وتم توقيع حوالي 25 اتفاقية تعاون مشترك فيها. روسيا الاتحادية تملك اقتصاد قوي ومتنوع، وتعتبر شريك تجاري مهم للدول في المنطقة كافة. ونحن في غرفة البحرين لدينا أولوية وعبر مجلس الأعمال المشترك لتعظيم العلاقات الاقتصادية بين البحرين وروسيا الاتحادية، تماشيا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة وبحسب موقعها الجغرافي. ممكن أن تلعب مملكة البحرين دور البوابة للوصول المنتجات الروسية إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي، ولتتجاوز حجمها 2 تريليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ماذا عن أبرز مجالات التعاون بين البلدين، وما هي فرص العمل التي تصبو إلى زيادة مجالات التعاون في كافة قطاعات الاقتصاد؟ هناك تعاون قائم ومستمر بين البلدين، وتتركز المنتجات الواردة إلى البحرين من روسيا على الفحم الصلب والمواد الغذائية والنحاس، بالإضافة إلى بعض المواد التجميل والتزيين. أما بالنسبة لصادرات البحرين إلى روسيا، فتتركز على أنواع المطاط والبلاستيك وألواح الألمنيوم وبعض المنتجات الأخرى. إحنا في غرفة البحرين نرى أن حجم التجارة بين البلدين نوعا ما متواضع، لا يرتقي إلى الطموح اللي بإمكان تحقيقه، حيث كان التبادل التجاري ما يعادل تقريبا 5 مليون دينار في العام 2004، واليوم وصل لحوالي 45 مليون دينار. لكن هناك فرص كبيرة لتعظيم حجم التبادل التجاري، خاصة بالنظر إلى المقومات والموارد التي تمتلكها البلدين. ونرى أن هناك فرصة لتعزيز التعاون بين البحرين وروسيا الاتحادية في عدة قطاعات، تتمثل أبرزها في الأمن الغذائي وقطاع السياحة والخدمات المالية والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى المستلزمات والسلع الصحية والمجوهرات. نعم، السيد وليد إبراهيم كانو، نائب الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، عضو مجلس الأعمال البحريني الروسي المشترك، شكرا جزيلا لك.